طيب بعد ما حضرنا الحشوة عندك هون اخترتي كمية مجموعة خضروات، نعم. هل في إلا مثلا قانون لازم بس فلفل أو مثل ما شايفين عنا الكوسة، البتنجان، البندورة، الفلفل الحلو، كله يمشي؟ في شيء مثلا ممكن بصل نحط، ممكن أي شيء ثاني؟ حتى البصل يمشي. أوكي. أي حاجة. أوكي، أي وحدة تعجبك أكثر؟ أنا عادة بالمحاشي بحب الكوسة دايما، يعني ما بعرف بحبها تكونك مطبوخة كتير محشية مزبوط. ما بحب الكوسة تكون سميكة، أنا بس هيك شخصيتي، يعني ما دخل بي أنا شو الصح شو الغلط، فبحب دايما لما يكون في محاشي تكون محفورة كتير رقيقة، ونركز على الرز والحشوة والحل أهم شيء الحل. أوكي. طيب بالنسبة لطريقة الحشي، هل في إلها شروط بتعبيها كتير؟ لا ما تعبيهاش، إنه طبعاً الرز يعني يكبر بعد ما نطبخوه. أوكي. So عبي ممكن 3/4. أوكي. So زي هيك يعني. هاي 3/4 بالليبي؟ لا 3/4 بالإنجليزي. يعني هي صح معلومة لكل أنا أول مرة طبخت فيها كوسة بذكر يعني من زمان. الشغلة اللي أول غلطة بنغلطها أغلب الناس اللي بيطبخوا إنه بيعبوا اللي المحاشي للآخر تطلع كتير مليانة، فإنه إحنا هاي معلومة صح نيروز، وشكرا إنك نبهتي عليها، إنه تتعبى مرخية شوي وما تتعبى ماكسيموم، ما تتعبى لأكثر مكان، وهي في الأخير لما توتح حتكون ماكسيموم، حتكون يعني طالعة لبرا.